أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الملف السياسي والإنساني في اليمن. في تعز الميليشيا تدمر 3 منازل في حيفان، واحتجاجات بالمدينة تندد بتدمير المعالم التاريخية. السيول تتسبب ب13 حالة وفاة وخسائر مادية في عدد من المحافظات. أهلا بكم. يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة خاصة لبحث تطورات الملف السياسي والإنساني في اليمن، وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المقرر أن يستمع المجلس لإحاطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حول آخر مستجدات المشاورات وما توصلت إليه الجهود الدبلوماسية، كما سيبحث المجلس تطورات الوضع الإنساني في البلاد. وكان المبعوث الأممي وسفراء الدول 18 قد عقدوا لقاء مع وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع في الكويت لإقناعه بالتوقيع على الرؤية الأممية لحل النزاع. قالت الحكومة إن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن احتوى على عدد من الفقرات والمعلومات غير الدقيقة. وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير خالد اليماني إن فترة الحرب الدائرة في البلاد كانت الأسوأ في حياة الأطفال اليمنيين وأسرهم، وأضاف أن ميليشيا الحوثي والمخلوع قتلت مئات الأطفال نتيجة القنص المباشر والاستهداف المتعمد للمناطق السكنية. في غضون ذلك نظم العشرات من الناشطين اليمنيين في نيويورك وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بانتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع في تعز وعدد من المحافظات. ووجه المحتجون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبوه فيها بالتحرك لوقف التصعيد الخطير الذي تقوم به الميليشيا في ظل تساهل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تجاه ما يحدث من انتهاكات وجرائم حرب في محافظات عدة. قال نائب رئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت عبد العزيز جباري إنهم وافقوا على الرؤية المقدمة من قبل المبعوث الأممي من أجل حقن الدماء والوصول إلى السلام، رغم ملاحظاتهم على مشروع الاتفاق. وأضاف جباري أن المشروع لبى أغلب رؤى وتوجهات الانقلابيين، ولكنهم مع ذلك رفضوا التوقيع عليه واعتبروه مجرد أفكار قابلة للتفاوض. وأكد جباري أن نجاح المفاوضات يعتمد على تخلي الطرف الآخر عن الأجندات الخارجية التي لا تمثل مصالح اليمنيين. في افتتاح الجلسات وبعدها لم يحصل أي لقاءات لا مع الأمم المتحدة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك إبراهيم قعطب المحلل السياسي. أهلا بك سيد إبراهيم. أهلا وسهلا. هناك جلسة مرتقبة لمجلس الأمن مساء اليوم لبحث تطورات الملف الإنساني والسياسي، ما المنتظر من هذه الجلسة؟ الجلسة أصلا سيقدم المبعوث الأممي ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن إفادة عن آخر التطورات حول مشاورات الكويت وما الذي قد توصل إليه في هذه المشاورات. هناك اتصال اليوم الصباح من وزير الخارجية الأمريكي جان كاري لولد الشيخ يثنيه ويدعمه بالمشروع المسودة الذي قدمها للمتشاورين في الكويت ودعمه المطلق لولد الشيخ. أيضا ربما يكون هناك انتقادات من مجلس الأمن، انتقادات للمجلس العسكري للمجلس السياسي الذي أعلن عنه من قبل الميليشيات الإنقلابية، ميليشيات المخلوع والحوثيين. ربما يدعو مجلس الأمن إلى عدم اتخاذ أي
قرارات أحادية الجانب كالقرار الذي اتخذ أو العملية الذي المجلس العسكري الذي تم إعلانه من قبل الميليشيات، وربما يدعو الحوثيين وصالح بصراحة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعدم اتخاذ أي خطوات تعرقل ذلك. هناك حديث حول إشادة مجلس الأمن للحكومة، حكومة هادي، يعني تعاطيها الإيجابي مع مسؤول أستاذ إبراهيم أو الخطة المقدمة من المبعوث الأممي، ويثنيه ويدعمه على هذا التوجه الإيجابي. أستاذ إبراهيم، هناك أخبار تتحدث عن توقعات ربما بإدراج أسماء مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع ضمن قائمة العقوبات، هل من المتوقع ذلك أم هي الجلسة فقط ستكون للاستماع إلى إحاطة ولد الشيخ؟ هناك حديث حول إدراج حوالي 24 اسم إضافي إلى هذه العقوبات، لكن في إلى قائمة العقوبات، لكن في توقعي يعني لأنه ينتظر من الحوثيين وصالح التوقيع على مشروع ولد الشيخ، أنا في اعتقادي الآن لن ربما لا تدرج هذه الأسماء لأنها سيستخدمها الحوثيين وصالح للقول إن مجلس الأمن يتخذ خطوات لا تساعد على السلم والاتفاق والسلام في اليمن، فربما تؤخر هذا إدراج الأسماء هذه في قائمة العقوبات. فاعتقادي أنه ما سيجري اليوم هو فقط الاستماع إلى إحاطة من 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 ولد الشيخ، لأنه يقال هناك في الأيام القليلة الماضية تقدم الوفد أو يعني الوفد أو السفير البريطاني إلى الأمم المتحدة للمشروع مجلس الأمن، مشروع رئاسي لإدانة الخطوة التي يعني قام بها المخلوع صالح والحوثيون بإنشاء مجلس سياسي، وتم الاعتراض عليها من قبل الروس، وطلب الروس إحاطة أولا من المبعوث الأممي من أجل أن يرى ويبني عليها، أن يرى ما سيأتي به ولد الشيخ، ومن ثم بناء القرار أو البيان الرئاسي على ما سيسرده ولد الشيخ في الإحاطة. إذن هي ربما ساعات تضاربات حول هذا الموضوع، لكن إذن أستاذ إبراهيم لن يكون هناك بشيء الجديد في هذه الجلسة. إذن أستاذ إبراهيم ربما هي ساعات تفصلنا عن هذه الجلسة. سؤال أيضا يتعلق بالوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمام مقر الأمم المتحدة، طالبوا فيها بوقف التصعيد الخطير الممارس من قبل الميليشيا على المدنيين، إلى أي حد يمكن أن تتم الاستجابة إلى مثل هكذا وقفات؟ هل هي مؤثرة؟ أنا في اعتقادي الدعم الشعبي دائما مؤثر وله إيجابياته إذا كان يعني يصب في الطريق الصحيح. طبعا هناك مغالطة، التقارير اللي تصدر من بعض المنظمات الدولية والمحلية والتي لا تغطي إلا الأحداث في المناطق المسيطر عليها من قبل الميليشيات، فهي ليست بال يعني التقارير المحايدة. كما تعرف تم إدراج التحالف العربي لانتهاكات الأطفال في اليمن، بالأمس تم يعني حذف اسم التحالف من التقرير الأممي. فكل التحركات الشعبية لها طبعا إيجابياتها للدعم، وذلك لدعم المشروع. أشكرك جزيلا إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. لم يعد لدينا الوقت. ميدانيا أفاد مراسل قناة بلقيس أن ميليشيا الحوثي فجرت 3 منازل في مديرية حيفان بريف محافظة تعز، وقال مراسلنا إن منزلين يعودان لأبناء جازم محمد غالب وآخر لمواطن في منطقة الأعمور فجرتهم الميليشيا بذريعة انتمائهم للمقاومة الشعبية. وكانت الميليشيا قد فجرت يوم أمس منزل الشيخ جازم محمد غالب بعد سيطرتها على عدد من مناطق المديرية. We'll be right back.
نفذ ناشطون في تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة البحث الجنائي للتنديد بالتدمير الذي تتعرض له المباني الأثرية والدينية في المحافظة، وحمل المحتجون مجلس تنسيق المقاومة والمجلس العسكري وإدارة السلطة المحلية وإدارة الأمن المسؤولية الكاملة لحماية المعالم الأثرية وتعقب الجناه وضبطهم. رصوا صفوفهم وتماسكوا جيداً، فمدينتهم التي تحملت الحصار لما يفوق عاما ونصف لا يمكنها أن تتحمل أن يدمر تاريخها وأن يتحول تسامحها إلى أنقاض. نظم العشرات من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى البحث الجنائي في المحافظة، معترضين على ما أقدمت عليه مجموعة مسلحة من تفجير لجامع عبد الهادي السودي أحد رموز الصوفية في اليمن خلال القرن السادس عشر. ورفع المحتجون ما رفعته غيرهم من شعارات ومطالب تستنكر العمل الذي يعدونه دخيلا على مجتمعهم ويحاكي ما تقوم به ميليشيا الحوثي في بقاع مختلفة من البلاد. ندين ونستنكر ما تقوم به بعض الجماعات من تفجيرات للمناطق الأثرية، فهي لا تختلف فكريا عما يمارسه جماعة الحوثي من تفجير كذلك لبعض المساجد ودور القرآن، فالفكر يعتبر نفس الفكر. وبدأت موجة الاحتجاجات عقب التفجير بلحظات قليلة، حيث اتجه عدد كبير من الأهالي إلى حيث يقف المبنى منذ 400 عام دون أن يمسه الضر أو تهدمه فكرة. وتحت تأثير الاحتجاجات اختفت الجهة المنفذة وبدأت بالهروب ولم تجاهر بصنيعها الذي لم تعتقد أن يلاقي ما لاقاه من انتقاد وغضب. قال عضو لجنة المتابعة والتنسيق للجرحى محمد المقرمي أن دولة الإمارات وافقت على معالجة 200 من جرحى محافظة تعز على نفقتها في الخارج، وأضاف المقرمي أن 48 من جرحى تعز سيسافرون خلال الأسبوع الجاري لتلقي العلاج في دولة السودان بعد استخراج جوازات سفر لهم، فيما تبقى استخراج جوازات سفر مرافقهم. تجددت المعارك العنيفة بين قوات حرس الحدود السعودية وميليشيا الحوثي والمخلوع، ويأتي تجدد المواجهات بعد أيام من صد القوات السعودية هجوما بريا للميليشيا على مناطق سكنية ومواقع عسكرية، ويأتي هذا التصعيد العسكري بعد أسابيع من التهدية والتوصل إلى تفاهمات أثمرت عن توقف القتال ونزع مئات الألغام الأرضية وتبادل الأسرى من الجانبين. إلى واجهة الأحداث تعود العملية العسكرية الدائرة على الحدود اليمنية السعودية بعد تصاعد موجة التحشيد والمواجهات بين حرس الحدود وميليشيا الحوثي والمخلوع. فعلى هذه الأرض يرسم واقع جديد تعثرت الدبلوماسية الدولية والخليجية معا في تهدئته أو إنهائه. وفي مؤشر على خوض جولة حرب جديدة، قامت السلطات السعودية بإخلاء عدد من القرى الحدودية في محافظتي الدائر وصامتة من السكان وفقا لوسائل إعلام سعودية. وأصدرت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تحذيرا مفاجئا لرعاياها بعدم الاقتراب من الحدود اليمنية أو مدن جازان ونجران السعوديتين. تدفع الميليشيا بكل قوتها العسكرية هنا على الحدود بعد انهيار المشاورات ومغادرة الوفد الحكومي الكويت وقناعة دول التحالف بعدم جدوى استمرار التفاوض وضرورة الحسم العسكري. تحاول ميليشيا الحوثي والمخلوع تغيير المعطيات لتعطي بذلك مؤشرا لدول التحالف أنها ما تزال تملك بعض الأوراق العسكرية وبإمكانها إقلاق الأمن على الحدود، الأمر الذي يحتم عليها الجلوس معها للتفاوض. لكن هذا لن يحدث رسميا، وإن حدث ربما سيظهر على شكل تفاهمات خفية وعبر جسر مسقط لتفعيل اتفاقات ظهران السابقة إن لانت المملكة وحشدت الدبلوماسية الخليجية وسطأها. الشاهد في هذا السياق أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر التقى وفد الميليشيا في الكويت وناقش معه سبل التوصل إلى تهدئة جديدة على الحدود. والأهم أن لجنة التنسيق والتهدئة المشكلة من قبل الأمم المتحدة والتي تم نقلها إلى ظهران جنوب السعودية تنتظر التفعيل والتنفيذ. الناطق باسم قوات التحالف استبق هذا اللقاء قبل يومين مؤكدا أن تأمين الحدود السعودية هو ما يحتل أولوية قصوى لدى التحالف والهدف الذي يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.
بالمقابل بدا الرئيس المخلوع هو الآخر لينا ومناورا وماكرا في الوقت ذاته حين دعا المملكة مؤخرا إلى الحوار وصفا إياها بالشقيقة الكبرى. جاءت تصريحات المخلوع في اجتماع مع قيادة حزبه بالعاصمة صنعاء بعد يومين على اتفاقه مع ميليشيا الحوثي تشكيل مجلس سياسي أعلى، وهو ما رفضته الحكومة والأمم المتحدة والدول الثمانية عشر الراعية لمباحثات السلام. عند هذه المعطيات، هل ستنجح التفاهمات الجارية والمعد لها في تهدئة نار الحدود المشتعلة؟ وكيف ستؤثر النتائج على خيارات التحالف العسكرية في بلد لم يسعفه السلام وبقي مرهونا لخيارات الحرب؟ إلى عدن، حيث ذكر مصدر عسكري أن الانفجارات التي سمع دويها في أنحاء عدة من المدينة كانت ناتجة عن قصف مدفعي وغارة جوية استهدفت تجمعات لمسلحين. ونقل موقع عدن الغد عن المصدر قوله إن قيادتي قوات التحالف والمنطقة العسكرية الرابعة تلقوا معلومات تفيد بتحركات لمسلحين شرق المدينة، إلا أن مدفعية تابعة لقوات التحالف قصفت هذه المواقع في حين شاركت طائرة حربية بتنفيذ غارة جوية. وأوضح المصدر أن الشعلة الضوئية التي شوهدت في سماء المدينة كانت عبارة عن قنابل ضوئية حددت الهدف المراد قصفه. إلى ذلك، تعهدت السلطات الأمنية في محافظة لحج بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات ضد المعسكرات والمقرات الأمنية. وقالت مصادر أمنية إن إجراءات أمنية مشددة سيتم اتخاذها على خلفية مقتل 4 جنود في هجوم إرهابي استهدف معسكرا للجيش في محافظة لحج. ما بين عدن ولحج تتنقل الجماعات الإرهابية بحثا عن أي ثغرة لتنفيذ عملياتها التي تستهدف من خلالها الأجهزة الأمنية منذ تحرير المحافظتين من سيطرة الميليشيا، والحديث يحتدم عن وجود مخططات تستهدف إفشال مهمة الأجهزة الأمنية، ولا يكاد يمر أسبوع دون وقوع هجمات جديدة لعل آخرها الهجمات التي وقعت في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج. الهجوم في الحبيلين استهدف أحد معسكرات الجيش بسيارتين مفخختين ما أدى إلى مقتل 4 من أفراد الجيش، وسارع تنظيم القاعدة على الفور إلى تبني العملية. تحديات كبيرة تواجهها السلطات المحلية والأمنية في محافظتين التي تبدو حتى الآن عاجزة عن الخلاص من تهديدات الجماعات المتطرفة التي تقود حملات منظمة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المدن الواقعة تحت سلطة الشرعية، وهو ما تسعى الميليشيا لاستغلاله والترويج له. نشرة الأخبار مستمرة وفيها بعد الفاصل. اليونيسف تقول إن ملايين اليمنيين معرضون للخطر بسبب تدهور الوضع الصحي. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الملف السياسي والإنساني في اليمن. في تعز، الميليشيا تدمر 3 منازل في حيفان، واحتجاجات بالمدينة تندد بتدمير المعالم التاريخية. السيول تتسبب ب13 حالة وفاة وخسائر مادية في عدد من المحافظات. أهلا بكم من جديد. توفي 4 طلاب وأصيب 15 آخرون في انقلاب سيارة كانت تقلهم في مديرية شهارة التابعة لمحافظة عمران. وقالت شرطة السير إن جميع ضحايا الحادث الذين انقلبت بهم السيارة أثناء ذهابهم لتأدية الامتحانات الثانوية كانوا من طلاب مركز النجاح التعليمي. وأضاف أن سبب الحادثة هو انزلاق السيارة جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ أيام. توفي 3 مواطنين جراء السيول المتدفقة في محافظة حضرموت. وقال مسؤول محلي إن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة تسببت بوفاة 3 أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من أسبوع. وفي شبوة، توفيت 2 امرأة جراء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت في غضون الساعات الماضية على مناطق عدة في مديرية نصاب، كما خلفت السيول أضرارا كبيرة في مزارع المواطنين وأبارهم وطمرت 4 سيارات.
وفي الحديدة لقيت أربع فتيات من أسرة واحدة حتفهن غرقا في حفرة غطتها مياه الأمطار بمديرية السخنة بالمحافظة. وقالت الشرطة إن الفتيات كن في طريقهن لجمع الحطب قبل أن يسقطن في حفرة مغمورة بالمياه في المديرية. أيضا في الحديدة حذرت هيئة مستشفى الثور العام من خطر توقف العمل في المستشفى على خلفية الصعوبات التي يواجهها نتيجة النقص الحاد في الأدوية وكذا انعدام الوقود في ظل تدفق الحالات المرضية. التقرير التالي يسلط الضوء على واقع المستشفى ومعاناته. في مستشفى الثورة العام أكبر المستشفيات في مدينة الحديدة يزداد الوضع يوميا من السيء إلى الأسوأ، فبعد أن كان كادره الطبي يستقبل ما بين 100 و120 حالة أصبح يستقبل الآن أكثر من 300 حالة. استقبل في اليوم الواحد 100 و120 بسبب الأوبة المنتشرة، بس مش زي ما الآن، الآن صار أكثر بكثير 300 وما فوق، مش أقل من 300. ومما يضع المستشفى تحت ضغط كبير استقباله لحالات تأتي من 5 محافظات مجاورة بعد أن كان يستقبل المرضى المحليين فقط. يستقبل المستشفى العديد من المرضى الذين يعانون من الأمراض الشائعة مثل حمى الضنك والحمى والملاريا وسوء التغذية، ويعود ذلك إلى سيطرة الميليشيا على المدينة والتي تسببت بشلل في الخدمات العامة. كما يأتي موسم الوباء سنويا بالعديد من الأمراض المعدية بسبب حرارة الصيف الشديدة. الفراغ الذي سببه الحصار لشحنة وقود الديزل أيضا يفاقم من معاناة المرضى، كون المستشفيات تعتمد على المولدات الكهربائية الخاصة بها للحفاظ على سير العمليات والخدمات الأساسية. كما أن النقص الحاد للأدوية والأدوات اللازمة في المستشفى قد يؤدي إلى توقف العمليات فيه. ووفقا للبيانات الصادرة عن لجنة المساعدات الإنسانية في اليمن، فإن نحو 14 مليون يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الطبية بمختلف أنواعها، حيث تقول اللجنة إن البلاد بالفعل في أزمة إنسانية خطيرة. في حضرموت لقي 7 جنود من الجيش حتفهم في حادث مروري بمدينة المكلا. وقال مراسل قناة بلقيس إن دورية عسكرية اصطدمت بإحدى شاحنات النقل قرب مقر إقامة المحافظ في المدينة. قالت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة إن ملايين اليمنيين معرضون للخطر بسبب تدهور الوضع الصحي. وأوضحت اليونيسف أن حوالي 1 مليون شخص في تعز وحدها فقدوا الرعاية الصحية تماما، فيما بات من الصعب الحصول على مياه صالحة للشرب بشكل منتظم. ويعاني القطاع الصحي وغيره من القطاعات الخدمية في مختلف المحافظات من تدهور شديد جراء الحصار والحرب الدائرة منذ أكثر من عام. دشنت مؤسسة طيبة للتنمية بمديرية زبيد التابعة لمحافظة الحديدة وبتمويل من منظمة اليونيسف برنامج التواصل من أجل التنمية الذي يهدف للتوعية بالرسائل السلوكية الأساسية. وتهدف الورشة إلى إكساب 40 مشارك من قادة الرأي المجتمعي وخطباء المساجد معلومات حول أهمية العمل الطوعي ودور متخذي القرار في الرسائل السلوكية الأساسية لصحة الأم والطفل والتعليم وحماية الأطفال والإصحاح البيئي. البرنامج يأتي هذا البرنامج، نحن اليوم في تدشين برنامج التواصل من أجل التنمية، البرنامج تموله منظمة اليونيسف. يهدف البرنامج إلى التوعية بالرسائل السلوكية الأساسية في 4 مجالات: مجال الصحة والتغذية، ومجال المياه، ومجال التعليم، ومجال حماية الأطفال. البرنامج سيتم تنفيذه في مديريتين، مديرية زبيد ومديرية المنصورية. البرنامج يحتوي على العديد من البرامج والأنشطة، يحتوي على ورشة تعريفية لقادة الرأي، وبرنامج تدريب المتطوعين، متطوعي المجتمع، متطوعين متطوعات المجتمع، ثم يأتي بعد ذلك الزيارة المدنية. تذكير أخير بأبرز عناوين الأخبار. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الملف السياسي والإنساني في اليمن.
في تعز الميليشيا تدمر 3 منازل في حيفان، واحتجاجات بالمدينة تندد بتدمير المعالم التاريخية. السيول تتسبب 13 حالة وفاة وخسائر مادية في عدد من المحافظات. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني. نهتم كثيرا بتفاعلكم مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله.